أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من ينكر على بعض أئمة الجوامع الذين يدخلون قبل أذان الجمعة بعشر دقائق لكي لا يشق على المصلين؟ كيف يشقون على المصلين؟ شأن المصلين من دخولهم، يعني ما يتخطون رقاب المصلين، ما أشوف يعني سبب لمشقة على المصلين. لكن الدخول قبل يعني قبل بعشر دقائق أو أكثر هذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويصعد المنبر، ولم يكن يأتي ويجلس، بل كان يأتي ويصعد المنبر، هذا هو السنة. لكن لا ينكر على من جاء وجلس، ما ينكر عليه إنكار أنه فعل محرم أو فعل معصية، وإنما يقال له هذا خلاف الأولى، خلاف الأفضل. نعم. كأنه يريد إذا دخل الخطيب قبل الوقت بعشر دقائق دخل يعني يخطب. أي نعم. لا، ما يجوز الخطبة إلا عند دخول الوقت، الخطبة والصلاة إذا زالت الشمس، هذا هو القول الذي عليه إجماع المسلمين. أما الخطبة قبل أو الصلاة قبل الزوال هذه في محل خلاف، لكن الإجماع منعقد على أنها بعد الزوال، مجمع عليها. الإنسان لا يروح للشيء المختلف فيه ويترك المجمع عليه. قد صدر من اللجنة الدائمة فتاوى في منع الصلاة قبل صلاة الجمعة أو الخطبة قبل الزوال، لأنه ذكر هناك أئمة يخرجون ويخطبون أو يصلون قبل الزوال، فصدر من اللجنة فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمنع هذا الشيء عملا بالسنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.